زرافة وشوف مناخيرك قد ايه، شوف مناخيرك قد ايه. شوف الفندم راح لهم وقال لهم انتم غلطانين غلطانين غلطانين، احنا خلقة ربنا وحرام نتريق عالتانيين حرام نتريق عالتانيين. سندي وفندم سندي وفندم، ها شوفوا حواديت سندي وفندم سندي وفندم سندي وفندم، شوفوا حواديت سندي وفندم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ازاي ده حصل وامتى؟ لا حرام حرام، ده ظلم ده ظلم، خرجوني من هنا، انا مخنوق انا مخنوق يا ساندي. ايه ده ايه ده ايه فندم مالك؟ تعبان وصاي الحبسه دي. حادثة ايه يا فندم؟ حادثة يا فندم حادثة ايه؟ وساي وساي وساي، حرام مش مصدق نفسي يا فندم، خرجوني من هنا. انا بس اللي اقول كده؟ ايه يا صندوق ده اهمال؟ هو ايه ده الاهمال يا فندم؟ في ايه؟ بس يا ساندي اسكتي، انت مش عارفة حاجة. حصل ايه بس قولي في ايه؟ كارثة يا ساندي كارثة. هو ايه اللي كارثة؟ في ايه؟ شفتي ثلاث زرافات اللي احنا شفناهم في لجنة الحيوانات؟ أني واحدة فيهم؟ التالتة اللي على الشمال. طب أنا هفتكر اللي على الشمال يا فندم. المزرقشة أم رجلينه طويلة دي. مزرقشة؟ ما كلهم مزرقشين يا فندم. أم أربع رجلين. هو كان في واحدة برجلتين؟ اللي بتاكل جزر ما تقرفنيش يا ساندي. يوه قول لي يا فندم مالها؟ ماتت. ماتت؟ أيوه ماتت، أنا لسه قايل الخبر دلوقتي حالا أهو. ماتت إزاي؟ نتيجة الإهمال. إهمال؟ ايوه الخبر بيقول لي ان الحارس راح يحط لها الفطار الصبح زي كل يوم، لقى المسكينه مرميه على الارض ميته واخواتها قاعدين جنبها وهيعيطوا عياط هستيري. يا حرام، هو في الخبر كاتبين كده يا فندم ان اخواتها كانوا بيعيطوا عليها؟ لا طبعا، بس تخيلي المشهد، اكيد اخواتها مراتوا نفسهم بالعياط عليها. طبعا يا حبيبي يا فندم، قد كده انت حنين وقلبك طيب. طبعا يا بنتي، انا اساسا قلبي اصله بسكوته، وكمان انت ما بتعرفيش انا بحب الزرافات قد ايه، دول حيوانات طيبه وحساسه جدا رغم طولها السخيف ده. ايوه فعلا عندك حق، هم مساكين جدا، والاطفال الصغيرين بيقعدوا يحدفوا عليهم حاجات وهم ما بيعملوش حاجه. ايوه عشان ده اهمال، ازاي يسيبوا الحيوانات الجميله دي من غير متابعه ولا علاج ولا حمايه، ولعيبه الكوره يجيبوا لها دكتور نفسي ويصرفوا عليهم قد كده وفي الاخر بيخسروا برده، ويجوا عند الحيوانات يقولوا جيب منين، دي ايه ده؟ صح عندك حق يا فندم. خلاص يا سندي، انا من النهارده مش هسمح بالمهزله دي تحصل تاني ابدا، والزرافه اللي ماتت دي لازم نجيب حقها. هنعمل ايه يعني؟ هنعتصم؟ مش عارف، بس لازم اعمل حاجه. ايه مين؟ صح، يا نجيب حقها يا نموت زيها، يا نجيب حقها يا نموت زيها، يا نجيب حقها. حقها ولا مش حقها؟ اكيد عاملين، هو فين؟ اكيد عاملين رقم سري اهو اهو، هجيبه هجيبه. حل احمق مش طايق، حل احمق حل احمق. هو فين؟ اهو اهو. شكرا يا عم النقاش، اكيد هو اللي حطه هنا. مية مية اهو. اخش. ايوه يلا يلا يا عم السلم، يلا افتح يا سلم. انا هتحدى الصعاب هتحدى الصعاب. ايه ده؟ ايه المباني دي كلها؟ انا هكلمهم يا رب بحافظ الرقم بس ان شاء الله يطلع صح ان شاء الله. الو حضرتك الحيوان بالجيزه؟ ايوه يا عم بالجيزه. مين؟ فندام. مفيش حد هنا بالاسم ده يا سيدي. انا فندام، انت مين؟ انا مدير بيت القرود. اتنطط علينا بقى يا عم، انا عايز اعرف حاجه واحده بس، فين الشجر؟ شجرة ايه؟ امال هي ماتت ازاي؟ الشجرة
يا عم الزرافه. انا مالي انا ومالي الزرافه؟ انا مدير بيت القرود. طب يعني الشجر كله؟ لا طبعا. هو ايه اللي لا طبعا؟ شجر يعني قرود ومش عارف ايه يرد نطاطين. انت مالك ومين قال لك اصلا ان القرود على الشجر؟ احنا مربيين قرودنا ومحبوسين في الاقفاص. اقفاص يا قاهر الحيوان والانسان. انا مالي انا بتاع قرود. بتاع قرود. بتاع ورود؟ بتاع ورود ورود. ومالك بتقولها كده كأنك بتاع ورود؟ المهم انا عايز الزرافتين اللي فاضلين ومعاهم شجرتين. ايه عايز ايه؟ زي ما سمعت كده مش عايز كمان اسد معاهم؟ اقلش بقى حضرتك، انا مش بهزر دلوقتي. في حد عارف الدنيا ربي اسد؟ وبعدين ما انت عارف انا اساسا بخاف من الاسد. يا استاذ الفاضل خلصنا بقى، عندنا حل الطوارئ. طوارئ؟ طوارئ ايه ان شاء الله يا مهملين انتوا؟ عندنا دب مصاب. مين؟ الدكر ولا النتاية؟ النتاية. النتاية؟ سميحة يا بنت عمي، يا بنت عمي، يا نار أبيض، بنت عمي، بنت عمي، بنت عمي. دي إيه يا فندم؟ إيه اللي حصل؟ كارثة جديدة. كارثة إيه تاني؟ فعلاً الواحد ما يحسش بحجم الألم إلا لما يوصل للأسرة. أسرة؟ هو إحنا حصل لنا حاجة؟ أسرة الجرانيتة اتهزت وبقت شخشيخة. هو انت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم جنت الحيوانات رد عليا بتاع القرود وقعدت نطت عليا. اه يا ميحة. ميحة؟ ست التسريحة. طب بطي صوتك بقى شبيه. كنت متأكد مفيش دخان من غير ريحة. ريحة ايه يا فندام؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انا مش هسكت، انا خدت قرارات. قرارات؟ ايوه. اولا ايدك. اولا ايوه انا هروح اعدي في الزرافات. ثالثاً؟ ثالثاً؟ طب وثانيه؟ أنا مش قدها. طيب خلاص ماشي حاضر. عموماً أنا قررت إن أنا هاخد الزرافات وهربيهم هنا. تربي إيه يا فندام؟ زرافات إيه اللي تربيها هنا؟ أيوة معاهم الشجرتين. شجرتين كمان؟ طب ما تروح تشتري أي حيوان وتربيه. يعني لو رحت لأي محل حيوانات هلاقي عنده زرافات للبيع؟ ما هو مش كل الحيوانات ينفع نربيها في البيت يا فندام. آه بس ينفع نربي دباديب. قصدك إيه يعني؟ ما قصديش. انا هجيبهم يعني هجيبهم. طب وهندخلها ازاي من البيت برقبتها الطويله دي؟ برقبتها الطويله؟ ايوه. اه طيب انا هجيبهم تحت وانزلك ليهم. اعمل لهم ايه ان شاء الله؟ تقول لهم كلمتين من الكلام اللي بيضايقني ده، تحرجيهم، رقبتهم تبقى قد السمسمه، هوبهم زيهم دخلهم على طول. فاكراني ايه؟ يا سلام، ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انت دايما كده تكبري المواضيع وتعقديها يا ساندي. انت انسانه كومبلكس. انت اللي غلبوي وما بتقتنعش بحاجه خالص. يعني ايه؟ خلاص الزرافتين اللي فاضلين في الجنينه هتسيبوهم متوحشين دول؟ انت زيهم بالظبط، مفيش فرق بينك وبينهم، عمركم ما هتحسوا بالحيوانات اللي زينا، هتفضلوا راجعين. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انتوا بني ادمين، بني ادمين، بني ادمين. خلاص من النهارده حزن. ايه ده؟ ده فندام. عرفت ايه ده؟ فندام يا دكتور. هو ايه اللي هو بيعمله ده؟ اكتئاب. من ايه؟ من المعز. معز ايه؟ لا دي زرافة. ايوه احنا كده عايزين نتكلم كلام ناس عقلي. خدي كده يا ست الحوس. خدي. مالك يا فندام؟ مالك؟ تعبان. من ايه؟ من كل قلبي. وايه اللي مزعلك؟ حزن كامل. مجمع الحزن فين؟ فين؟ في القلب. يا دكتور. دكتور انت اسمك دكتور ايه؟ سو. ارحمك الله. دكتور ممكن تعمل ايدك كده؟ خلاص يا فندام خلاص. احكي لي بقى اللي حصل. مش عارف ابدا منين. ابدا من اي حته وخلاص. طيب
حضرتك ساكن فين؟ في امبابة. حلو قوي، يعني بتركب لما مدح؟ آه. بتروح فين؟ مرة العجوزة ومرة رمسيس ومرة الجيزة. أيوة بالظبط، هي بقى الجيزة دي. مالها؟ شفت الدوشة؟ آه. سمعت التلوث؟ لا شفت التلوث كمان. يا سيدي اللي يعدي ويضرب كلاكسي وبيب، واللي يكسر الإشارة وبيب، واللي يعدي على رجله واقف الطريق وبيب، واللي يجي يحمل من ورايا وأنا جاي قبله في الموقف وبيب. جارية يا عم سوق، هو سواق ميكروباص ولا ايه؟ لا يا دكتور هدي نفسك، بس هو زعلان على الزرافه اللي ماتت، وبعدين اقنعني ان احنا نجيب زرافتين في البيت. انا بصراحه ما رضيتش. ما تسقطيش الشجرتين. مش مسقطه. ده ياخد حقنه. دكتور يا موري. دكتور سو. تعبناك. لا ولا تعب ولا حاجة، كلها شكليات. طب احنا عايزين نعمل معاك اي حاجة كده يعني. فيزيتا. فيزيتا؟ شوف يا ساندي، انا في الحالات العادية باخد 5 جنيه، لكن في حالاتك وحالات الشخص الضخم اللي هناك ده هضطر اديك 5 جنيه. شكرا. خش في الاسئله يا ساندي ورانا عياده. طيب طيب خلاص حاضر. هسالك 3 اسئله. ايه يا حبيبتي؟ الزرافه حضرتك مالها؟ كنت عايزه اعرف الزرافه بتنام قد ايه؟ 8 دقايق اما تكون فرحانه، لكن 2 ساعة اما تكون في حاله فندام. فندام يا ستي؟ فندام فندام اي حاجه. طب ده بجد يعني؟ هو انا هضحك عليكي؟ لا ده انت اخت. طب ممكن سؤال كمان؟ اسالي يا حبيبتي. اسال. 3 انواع قطط. شرازي وسيامي ورومي، وفي واحده رابعه. دكتور سو الله، انا لازم اكسبك يعني، ففضل سؤال كمان ممكن؟ اسالي. كائن بياكل الخشب. الفار. برافو برافو عليك يا دكتور، مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. اختار اي حاجه من اللي انت عايزه. اي دي. ايوه دي. طب طب طب. بالهنا والشفا، انا مبسوطه قوي انك كنت معايا. وانا كمان نفسي ابقى معاك كل يوم. لا انا مبسوطه بجد انك كنت معايا قوي، ونفسي تكون معايا تاني. بس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. هستناك كل يوم. هضايقك بقى كل يوم. كنت ضايقني كمان. طب يلا يا جماعه نقفل الحلقه، انا ماشيه. باي باي. اتفرج على السيرك واحوال السيرك. قرب قرب قرب، ادي سيرك طنطا. حد يعرف حاجه عن سيرك طنطا؟ انا اعرفكم. تعرفوا ايه عن الحبل؟ فين الحبل؟ ادي الحبل، ادي الحبل. بتنشر يا مدام؟ بتنشر يا هانم؟ ادي الحبل، الحبل اهو. اتفضل شوف. والبطل الهمام، البطل الهمام ما بقاش تمام، متكتف. سقفوا يا جدعان يا جدعان يا جد. البطل هو مفكس. يا سلام. والفقره الثانيه هي فقره الحبل. عمرك شفت حبل بيطير؟ اهو بص اهو اهو الحبل بيطير. يا واد يا خطير، يا واد يا خطير. يلا راح الحبل ندور على غيره. قرب قرب قرب. اتفرج على السيرك واحوال السيرك. لعبه الثلاث ورقات. فين السنيوره؟ فين السنيوره؟ اهي السنيوره، اهي السنيوره. الله الله الله. ثلاث ورقات ايه يا فندم؟ دي ورقه واحده. هي دي السنيورة. اختياراتك غلط يا مدام، ادفعي تاني. هي ساندي راحت فين بس يا سابتني؟ انا مش فاهم راحت فين دي. يمكن اتأخرت في السيدة عائشة مع الكوبري ده. احنا برضه مش عارف والله. طب اسأل مين انا ولا اروح فين؟
ايه ده يا عم انت مين انت؟ ايه ده انت اكيد حرامي اطفال. طب حرامي ده بديب يا عم، ايه المنظر ده انت مين؟ بس بس حد يكلم ضيوفه كده. شوف مناخيرك قد ايه، شوف مناخيرك قد ايه.